بنت بلد، أرستقراطية، طفلة شقية، أنثى عنيدة، إنسانة بسيطة، خوافة من الدرجة الأولى، مشاعرها بتسبق أفكارها، تدخل قلبك دون استئذان، بتكتشف أنها نجمة من طراز خاص جدا، الفنانة دلال عبد العزيز في عقد النجوم. فنانة دلال عبد العزيز، اهلا بيكي. اهلا بيكي. انت مالك خايفه من ايه؟ جدا مرعوبه. انت لسه ما شفتيش حاجه؟ الجو مخيف حواليا. لا لا لا، جو جميل جدا. طب قولي 1 2 3 كده يا مامتي. 1 2 3 ايه رايك؟ جو لطيف جدا قوي. انت لسه هتسمعي برق ورعد. عمرك تخيلت انك هتيجي برنامج كله الحاجات دي؟ لا، ما اتفقناش على كده يا مصطفى. لا، الفقره دي اسمها ارصاد عاطفيه. انا حرصت حاله الطقس العاطفي جواكي. عندك مانع؟ لا ما عنديش. قولي لي، ايه الضحك ممكن يبقى معدي زي الانفلونزا؟ طبعا معدي جدا. سمير غانم بيعديكي؟ كتير. ده بيقول انه خفف دمي. هو اللي خفف دمك؟ بالعشره. طب انت ممكن تعديه بقى بالشجن والدراما ولا ايه بالظبط؟ لا لا لا، انا ما تقصد ان انا كئيبه؟ انا مش كئيبه. لا بعد الشر مش قصدي. لا قولي لي، مطر الحنيه اللي واضح في شخصيتك جبتيه منين؟ من تربيتي وطبيعتي. ماما كانت حنينه قوي قوي، ربنا يخليها. اكتر من بابا؟ لا، بابا احن. طبيعه حنيه دلال عبد العزيز عامله ازاي؟ دايما خوف وقلق على اللي بحبه. يعني حنيه صحيه؟ ممكن لله. الحنيه تبقى مرضيه؟ طبعا. ازاي؟ اللي هو زياده عن اللزوم، يعني الخوف والقلق زياده عن اللزوم لدرجه اني اوتر اللي قدامي. قولي لي فصل من فصول السنه بينك وبينه سوء تفاهم. سوء تفاهم الشتاء، مع اني مولوده في الشتاء. بس ما بحبش البرد، وما بحبش لبس الشتاء، وما بعرفش اخرج في الشتاء. افهم كده انك ما بتحبيش البحر؟ ده عدوي اللدود. البحر عدوك اللدود؟ يا بخاف منه جدا، بترعب. امال عمت ازاي في بحر الفن؟ لا في بحر الفن، لاني سمكه شاطره. سمكه شاطره. انما في البحر الحقيقي لا، ما بعرفش اعوم. الليل عندك عامل ازاي؟ جميل، كله تأمل وتقرب إلى الله وقراءة واستيعاب وفهم. أي ساعة في النهار بتحبيها؟ الشروق. ليه؟ عشان بحس بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وبداية النور كده، وكل شيء بيتضح ليا. أنت تحس إنك طايرة في السماء؟ أما أبقى في حالة حب جميلة قوي، وفي صحبة حلوة مع أصحابي وعيلتي وأهلي. امتى تحسي بانعدام وزن؟ اما ابقى خايفه على حد وقلقانه على حد. ايه اكتر حاجه بتعمل لك جاذبيه؟ الضحك والحنان والحب. جهاز رصد عواطفك مفتاحه مع مين؟ معايا انا. معاك انت؟ معايا انا. ليه مش بتدي نسخه لسمير غانم؟ لا، سمير يعني مش عاطفي قوي لدرجه ان هو هيقعد يمسك المفتاح ويرصد الارصاد. عايزه تقولي ان عواطفك بتغرق سمير غانم؟ طبعا. طب ايه اللي في سمير غانم بيغرق دلال عبد العزيز؟ الكركبه بتاعته. الكركبه؟ الكركبه. سمير غانم مهمل يعني؟ جدا. وانت منظمه؟ بس خلاص هو عداني، يعني هو اقوى مني. ايه اللي يخدر مشاعرك؟ الري والمطر والمشاعر. المشاعر الدافئة. المشاعر الدافئة بتلاقيها مع مين؟ مع سمير ومع أمي وأهلي وولادي. هل المشاعر ليها فترة صلاحية؟ لا، ممكن تستمر على طول؟ مشاعر دائمة. دائمة؟ طبعا. أنت بتنامي متأخر ولا بدري؟ لا، متأخر قوي. ليه قوي؟ لغاية ما بصلي الفجر وأنام. بتحلمي بأحلام فيها كوابيس وكوارث من الطبيعة؟ أحيانا، في أوقات معينة يعني. مين طبيعة بني آدم نفسك تعرفيها حواليكي؟ طبيعة بني آدم؟ يعني بني آدم نفسك تعرفي طبيعته، مين هو؟ دكتور أحمد زويل. ليه؟ عشان سمير بيسميني أحمد زويل. أنتِ أحمد زويل؟ سميني زويلة. أنتِ زويلة؟ عشان التعليم. عشان بتتعلمي كتير كتير. طيب دلوقتي عايز أسألك سؤال مهم جدا. أنتِ دختي ولا لسه؟ دخت قوي يا مصطفى.
بتحبي تركبي الملاهي في المراجيح في الملاهي؟ اه بس الحاجات المضمونه يعني الخفيفه كده، لكن المرجحه اللي بتطلع فوق يا لا 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 اللي هي الرق والحاجات اللي هي فيها اه لا لا لا. طب لو قلت لك ان الارض اللي احنا ماشيين عليها دي هتتقلب بينا حالا؟ لا اوعى اوعى والله العظيم. تحسي بايه بجد؟ تحسي لا بايه؟ لا 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 تحسي بايه؟ لا ما تنساش الهزار دي هقلبك بالكاميرا بتاعتي. طب بصي خدي نفس عميق يا مامتي لا والنبي لا خدي نفس خدي نفس لا 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 ما بهزرش ما تخافيش خدي يعني نفس هتتقلب؟ خدي نفس هتتقلب حالا خدي نفس خدي نفس جامد جامد. مدام دلال ايه السبحه دي؟ بسبح بيها بقالي اكتر من 15 سنه. اكتر من 15 سنه؟ اه من ايام مسلسل لا. نفس السبحه؟ نفس السبحه. يعني دي لو ضاعت منك او ما لقيتهاش؟ لا ازعل قوي واتشائم لو نسيتها مره، يعني مع اني دايما على طول في شنطه ايدي اللي بخرج بيها. بتشائم وبزعل قوي. ما تقولي لي العقد الثانيه بقى اللي فيكي. انت قلتي لي انا عندي عقد كتيره مش كده؟ لا مش قوي والله. طب اول عقده؟ بدليل ما دام انا بعترف انها عقده يبقى مش عقده. يبقى تطهرت منها براي علماء النفس. هو انا دايما خايفه على اولادي مثلا. تخاف صح؟ تخافي من البحر؟ بخاف من البحر، جدا جدا. لاني وانا صغيره كنت هغرق بسبب اختي، يعني وانا بعوم وانا صغيره خالص في ابتدائي. فمن ساعتها قررت اني ولا اتعلم عوم ولا احب البحر. كانوا لسه في ناس عازميني قالوا لي نعدي بالمركب من الناحيه دي للناحيه دي. قلت لهم لا هلف بالعربيه. قعدت كتير قوي بالعربيه. طب والضلمه بتخافي منها؟ جدا جدا جدا. يعني لو نور اتقطع عليكي فجاه في البيت يبقى يوم مش فايت. لا بس في بيتي انا ما بخافش. ببقى يعني حاسه بامان وحافظه الاماكن. طب في اي نوع من انواع الحشرات بتخافي؟ الفار. الفار ده الفار ده غلبان قوي، ده كلهم بيخافوا منه. لا لا هنا صدقي مره قالت لي انا بخاف منه لاني ما اعرفش رد فعله هيبقى فين، هيروح هناك هيجي عليا. لا 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 الفار ده انا اشوف تعبان وما اشوفش فار. في بني ادمين زي التعبين؟ كتير. اتلدغتي من بني ادمين زي التعبين؟ وفي زي الفراد. وفي زي الفراد بجد في ناس اللي هو ينط في عبك. لا لا اتلدغتي الفار بيلعب في عبك. مش دي قلق؟ ده من نوع القلق. في بني ادمين زي التعبين لدغوكي؟ طب بس تصدق مش فاكره والله ما فاكراهم. طب بس لو أكيد حصل ازاي بتزيلي اثار اللدغه؟ لا ولا بنسى بتنسى. بنسى مش بتناسى. لان في ناس بيتناسى. بتخافي من الحسد؟ شويه. واحده صاحبتك قالت لي ان انت دايما عندك خرزه زرقاء بتحطيها كده اهو لابسه عين على طول. فعلا حاسه ان نجمك خفيف. يعني ممكن. طب ما تقولي لي مره واحده صاحبتك قالت لك يا سلام على جمال الفستان تك اتقطع. لا والله انا كنت كل ما البس خاتم بفص ازرق او احط في رجلي كده خرزه زرقاء وانا على المسرح الاقي الخرزه مفلوقه. الخرزه اقوم اقلعها يقوم يقولوا لي لا ما هو انت لو قلعتيها انت بقى اللي هتتفلقي. يا غبيه يا غبيه ما هي العين جت في الحجر. فالحمد لله انا خلاص يعني. فلقيتها. عايزه ايه اكتر؟ في تجربه في حياتك مهمه جدا ممكن تكون عقدتك من المرض وهي الام العمود الفقري اللي انت قعدتي فيه مده طويله. اتعاملتي مع التجربه الصعبه دي ازاي؟ لا الحمد لله ربنا وقعني في دكتور ابن حلال ومخلص. فخلاني تعايشت مع الالم. قولي لي ذكرى حلوه مش قادره تنسيها. ذكرى حلوه معرفتي بسمير غانم، بداياتي في الوسط الفني، سفرياتي في اول مشواري الفني. سفريتي مثلا مع ميرفت امين. من اوائل الناس اللي اتعرفت بيهم وصديقه واخت وحبيبه ليا قوي ميرفت. انت خريجه كليه الزراعه جامعه الزقازيق. في مثل بيقول تزرعه يقلعك. مثل عمي مصري. لا لا هل في حياتك اشخاص يعني اديتيهم نيه طيبه فكانت المبادله مش كده؟ لا كان في بعض الزميلات واحنا جداد بقى كانت تتكلمني دايما عن الاجر.
الاجر، فتقولي مثلا في الفيلم ده انا اخدت كذا، ما تروح ضربه مبلغ كبير، اقوم انا اقول لهم ايه؟ لا ده بيعرضوا عليا مثلا زي مثلا هي قالت انا اخدت 5000 وانا عارضين عليا 1000 جنيه، اقوم اقعد انا بقى اتخانق مع المنتج واسيب الفيلم الاقيها هي يعني خدته ب1000. عارفه هي بيسموها ايه في اللغه بتاعت الشباب اليومين دول؟ إيه؟ اشتغلتك. اشتغلتني. انت بتعرفي تشتغلي حد؟ لا عمري. طب في حد غير بعد ما كبرتي بيشتغل عليكي؟ لا. يعني انت ممكن تكوني عندك حسن ظن وحسن نيه، فممكن الناس تستغل المساله ديت. ما تفولش في وش اللي فات ده كان كله صادق 100%. ما كذبتيش عليا؟ انا عمري ما بعرف اكذب. انا اشوف تعبان وما اشوفش خالص. في الفيلم ده انا اخدت كذا، عمري في حياتي ما اشتريت حاجه ولا دخلت محلات. اوعي عقلك يقول لك لما تخرجي تعملي مثلا كذا، لو نسيتها مره يعني، مع اني دايما على طول في شنطه ايدي اللي بخرج بيها. بتشائم وبزعل قوي. سمير غانم خطفك ولا انت اللي خطفتيه؟ لا انا اللي خطفته. انت اللي خطفتيه؟ ازاي اقنعتيه بعد سنوات طويله من العزوبيه يخش قفص الزوجيه؟ اصرار. اصرار وعزيمه. والله منك انت. طبعا. ايه اللي جذبك ليه؟ لا هو طيبته، هو حقيقي اولا دمه خفيف جدا طبعا، وبعدين هو طيب جدا وبر باهله دايما. قوي. فدايما يقول لك اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. صحيح هو نكدي في البيت؟ لا لا لا، هو صامت بس زياده عن اللزوم. فيدي انطباع بوزه بيبقى شبرين ولا شبر واحد؟ لا 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 مش مكسر. لا انت ممكن تكشري في وشه؟ هو ساخر. انت ممكن تكشري في وشه؟ لا. ولا هو يحبك تضحكي دايما على طول؟ لا لا هو ما بياخدش باله. ازاي توافقي على اقامه علاقه عاطفيه ولو في الخيال بينه وبين كاترين زيتا جونز، ويقول لي ان ده مش مشكله بالنسبه لها؟ ده شرف ليا انا. انا ضامنه ان هو عمره ما هيوصل لها، يبقى يقابلني. يقول لي بس هي مشكله في مايكل دوغلاس مش اي. لما يكون الصف الاول فيه ستات حلوه الضحك بيلعلع قوي. احلى يوم سمير يشتغل فيه ويقول افيهات ويبدع. طب لو انت معنا خشبه المسرح بيبدع برضو ولا؟ كنا في اوائل الجواز فكان بيبدع، معرفش دلوقتي ايه الاخبار. ايه اللي معقدك من سمير غانم؟ الكركبه بتاعته. وايه اللي معقده منك؟ نشره الاخبار بتاعتي. انت مره قلتي انا بدي لنفسي احيانا اقل من حقها، صح؟ ليه؟ يعني طبيعه. دي طبيعه ولا عيب ولا عقده ولا ايه؟ هي عقده. يمكن عقده. انت حساسه قوي؟ الى حد ما. لحد كبير. لدرجه المرض؟ يعني كلمه ممكن توجعك؟ ممكن كلمه تقفلني. بصه ما تخليكيش تنامي؟ اه. طب بتعالجي نفسك ازاي من الحساسيه دي؟ يعني اقعد انا مع نفسي اما ابقى متضايقه او مكتئبه، ما احبش اضايق حد، عمري ما ادخل واقول واشتكي يعني. ما احبش حد طيب زي كده بيعاني من استنزاف الاخرين ليه بالمجامله اللي ممكن تكون على حسابه. حصل معاكي؟ يعني احيانا. لا شكلها مش احيانا، شكلها كتير. لما بتجاملي على حساب نفسك بتحسي بايه؟ لا انا ما بجاملش على حساب نفسي، مش للدرجات دي يعني. انا اولا اما بجامل ببقى من قلبي بجد. طيب ممكن اديكي فرصه تجاوبيني بصراحه، هل اللي فات ده كان 100% صح؟ اكتر من كده صراحه. انت صريحه جدا جدا. ما بعرفش يا عبد العزيز، ما بعرفش اخبي. يا عزاء يا عبد العزيز. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. كنا في اوائل الجواز فكان بيبدع، معرفش دلوقتي ايه الاخبار. فهي عقده. يمكن ما ابقى متضايقه او مكتئبه، ما احبش اضايق حد. ما كانش نفسك في ولد؟ فعلا؟ كان نفسي قوي في ولد. وكان اول مولود في دنيا، وانا حامل في دنيا. كنا في لندن ودخلت محل ماذر كير. اشتريت كل الحاجات على انه ولد اللي في بطني. ما كنتيش عارفه بالسونار انه بنت. اشتريت كله لبني، ازرق لبني 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 كله. الزمن بيعمل معاكي ايه؟ لا الزمن بينسيني اي حاجه وحشه الحمد لله. احنا كنا بنتكلم دلوقتي سبحه، فقلت لي انها من ايام لا، فقلت لك يا يعني بقى لها اكتر من 15 سنه. لما بتحسي انك بتكبري بتخافي ولا بتعملي ايه؟ لا 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 بالعكس، انا الحمد لله راضيه قوي بمراحل عمري، وببقى مقتنعه ومعترفه بالسن. اكتر حاجه ان الواحد يغلط نفسه ويغلط الزمن. يعني ايه اللي يقلقني؟ اللي يقلقني
يعني اللي هو عدم الامان طبعا. عمر ثقتك في نفسك اتهزت؟ لا الحمد لله. قولي لي الدلع بتلاقيه من مين؟ بلاقيه من كل اللي حواليا ومن صحباتي القريبين قوي اللي فاهمين. سمير يعني بيدلعك؟ اه. بيقول لك ايه؟ دي زي ما بيقولوا لي في البيت. انت بتدلعيه؟ اه لا سموره ده سمورة. حبيبي طبعا طبعا. ايه العقده اللي انت نفسك تتخلصي منها النهارده قبل بكره؟ ولو اتخلصتي منها هتحسي ان انت بقيتي انسانه جديده خالص. لا الحمد لله. ايه مش انا خاليه من العقد. انت خاليه من العقد. سر عشقك للون الاحمر ايه؟ بحبه مع اني مش اهلاويه. مش اهلا مالهاش علاقه بالاهلي والزمالك. اصل انت لابسه اهلي وزمالك في نفس الوقت النهارده فراضي وحزينه على الزمالك. عايزك دلوقتي تاخدي نفس عميق عشان هنروح على الشيزلونج. الله. مدام دلال ما تعقدتيش من انك اتقال عليكي فتره فترات نجمه الاعتذارات؟ كل ممثله تعتذر عن مسرحيه ولا عمل فني هاتوا دلال عبد العزيز وبيبقى وش السعد عليا. يعني حب في التخشيبه انت مثلا كنت بدل نيلي. بدل نيلي ومسرحيه اعتقد انها كسرت الدنيا وكانت مهمه جدا طبعا بالنسبة كانت لي. وش السعد عليا. لكن بنجمه الاعتذارات دي اللقب لا ده لا زعنيش وف لا برده كانت في نجمه قبليا بالظبط كده كانت اكتر من نجمه عاتي المساله دي. لا 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 بالعكس. طب بس انت عندك عقده تانية مش عارفه تتحل امتى. ايه قصه حياه شاديه؟ اه عقده. عندي عقدتين مي زياده مي زياده مش هاديه. طب تفتكري هتحل العقد دي ولا في مشكله؟ مش عارفه الله اعلم. ايه حكايتك مع شاديه؟ شاديه نفسي اعمل لها فيلم يبقى تكريم لها مشوار حياتها كله. طب المشكله فين؟ هي الحقيقه يعني مش حابه بعتت لي. لا قالت لي اجليه شويه. اجل. طب ومي زياده؟ مي زياده دي بقى المدينه والمسؤولين عن لان الموضوع عندهم اوريدي. عندك عقده من الجوائز؟ يعني اللي انت مستنيه عليه جايزه ما يجيش واللي انت مش متوقعه عليه جايزه تيجي. مش حاجه تضحك؟ ايه المشكله دي بقى؟ لا بس الحمد لله هو في مسلسلين اخذت عليهم جايزه احسن ممثله اللي هو كان سعد اليتيم وكفر عسكر. فده يعني كنت الحمد لله استحقها. بس في سنه بقى من السنين في مهرجان سينما كان ليا ثلاث افلام والثلاثه مختلفين وكنت سعيده بيهم جدا. كان النوم في العسل مع الاستاذ عادل امام. وكان مبروك وبلبل مع يحيى الفخراني. وكان زمن الكلاب مع الاستاذ نور الشريف. فالصحفيين كلهم كلموني. كنت في لبنان مع سمير. كان بيعرض مسرح. وانا ودنيا وايمي بقى كنت انا معتبرها فسحه بالنسبه لي لان ما كنتش شغاله. لقيتهم كلهم عمالين يكلموني انزلي ضروري لان انت يعني 99% انت اللي هتاخدي الجايزه في السنه دي. فنزلت واشتريت فستان من لبنان مخصوص. كان لونه ايه؟ واروح كان لبني كمان. كان جميل. وبعدين والله ورحت وقعدت بقى ومتوقعه. وكل ما يقولوا احسن ممثله ابتدي اجهز. ابتدي اجهز. ده موقف وحش قوي جدا. وبعدين وبعدين لقيتهم بينادوا على واحده تانية. مسكت الصحفي اللي نزلني ده بقى هنا عليه اضرب. عمرك رحت للدكتور؟ لا نفساني. نفساني لا. لا خالص الحمد لله. طب لما نفسك بتوجعك بتعملي ايه؟ بقعد مع نفسي. تقعدي مع نفسك. طب اقعدي مع نفسك كده واسترخي تماما وخدي نفس عميق. من اعمالك الجميله فيلم اسرار البنات. اه اسرار ايمي ودنيا معاكي. اه ما بيخبوش عنك حاجه؟
المفروض هم مفهميني كده. هم مفهميني كده. الله أعلم. أنت ممكن تكوني بتشكي إذا كانوا بيخبوا أو ما بيخبوش. طبعا أكيد. السن ده بتخافي عليه من إيه؟ بخاف عليهم من ولاد الحرام دايما. بتهيألي في فرق شاسع جدا بين دلال عبد العزيز الزقازيق وإيمي ودنيا القاهرة، فرق توقيت في المشاعر والأحاسيس وال... لا والله لا يعني لا احنا يعني بيفكروني بنفسي زمان، وأنا وأختي برضو كنا قريبين قوي من بعض كده، وكنا ممكن نعمل حاجة وندبر حاجة ومن ورا ماما، فأنا متوقع أنهم بيعملوا كده. سر دلال عبد العزيز إيه؟ سري؟ كل واحد ليه سر اللي هو بيفتح شخصيته. سرك ايه؟ الصراحه والصدق. طب في حد بيتكلم عليك تيجي تشوف قال ايه؟ انت ما تعرفيش، احنا من وراكي رحنا سالناه دلال عبد العزيز التي لا يعرفها. اوعى يكون سمير. لا سمير هيقعد يقول ده حبيبتي يا امورتي. لا مين ده؟ حد يقول الحقيقه. يلا نشوف. عايزين بقى نعرف من حضرتك اهم الحاجات اللي ممكن تقلق النجمه دلال عبد العزيز او تعمل لها عقد او تعمل لها مخاوف، تفتكر ايه هي؟ دخلت عليها الاوضه بتاعتها اسلم عليها وارحب بيها، لقيتها طبعا بتسبح وسبحه وخرزه وحاجات وكده. يعني ممكن نقول ان النجمه دلال عبد العزيز تفرق معاها جدا الماده او انها شخصيه ماديه؟ كل الفنانين في مصر. اثناء تصوير هاي سكول ما تفتكرش رياكشن معين بتعمله او لازمه معينه بتعملها؟ ازيك اول حاجه بتبدا بيها المكالمه، عندها احساس طول الوقت ان هي خايفه على بناتها دي. الخوف ده مش ممكن يحرمك من الاستمتاع بالحياه؟ طب ازاي ممكن تقتليه؟ يعني انا بقعد تفكرين برباعيه جميله جدا لصلاح الشاهين، يقول لك سهيل ليالي وياما لفيت وطفت، وفي ليله كنت راجع قمت شفت الخوف كأنه كلب سد الطريق، كنت عايز أقتله بس خفت. ما بتخافيش؟ لكن هعمل إيه؟ ما بتخافيش؟ هي طبيعة جوايا. ده أنا يعني ساعات بقى في فترة كده أجي أنام مثلا يتهيأ لي بعد الشر إن في حاجة هتحصل. إيه عفاريت وحاجات كده؟ عفاريت؟ مش عايز أقول عفاريت. لا عفريت. مش عفاريت. لا أمال إيه؟ أشباح وهلاوس كده بتجيلك؟ لا أسف على الإزعاج. أسف على الإزعاج. فيلم اسمع الازعاج. خدي نفس. مدام دلال دلوقتي جه ميعادنا مع علم وفن التارو، ده فن قديم، ودكتوره بسنت يوسف هتقول لك هنعمل ايه بالظبط حالا دلوقتي. ده علم فرعوني، عن طريقه بنحول تاريخ الميلاد والاسم الى مجموعه كروت بنقدر نعرف منها مواصفاتك الشخصيه ونحكم اذا كان اللي حضرتك قلتيه قبل كده للاستاذ مصطفى صح ولا مصطفى. اوبا جاهزه؟ جاهزه. جاهزه. نوقف ترابيزه. اتفضلي يا دكتور. مدام دلال قبل ما اقول لك انك واضحه وصريحه ومباشره احب اقول لك انه اللون الاحمر اللي حضرتك بتحبيه كان عند الفراعنه هو اللون اللي بيقاوم الحسد. والله الازرق ارتبط بس بحجر الفيروز. يا سبحان الله، والسبحه بتاعتي حمرا. لون احمر. ونقول بقى انك واضحه وصريحه ومباشره وعارفه انت عايزه ايه، وميزه فيكي كمان حلوه قوي مش دايما بتتلاقى عند حد بتاريخ الميلاد مع الاسم في التكوين ده كله، انك ما عندكيش شماعه تعلقي عليها لا اخطاء ولا ظروف ولا اي حاجه. انت فاهمه كويس قوي انه حاجه اللي حياتنا واللي احنا فيه نتيجه النصيب ونتيجه انه ده اختيار واراده ربنا سبحانه وتعالى ونتيجه قراراتنا واختياراتنا. شخصيه اتكاليه يعني؟ لا مش اتكاليه يعني، تعتمد تتكل على الله يعني. طبعا بتتكل على الله لكن ما بتعلقش شماعات على اي حاجه ثانيه. تمام. الكارت بيقول انك عنيده جدا ولما بتحبي توصلي لحاجه بتوصلي لها حتى لو هتحفري في الصخر بس لازم توصلي لها. دماغها ناشفه يعني. دماغها ناشفه جدا وطبعا قلوقه زي ما هي قالت. وبتحب المستحيل. بتحبي القهوه جدا قوي، ده من صغري من وانا في ابتدائي. ريحه البن نفسها جداً. لو شميتيها من على بعد خلاص هي دي بتغريكي. فيها ساده ولا سكر زياده؟ لا لا على الريحه يعني. على الريحه. سكر لوحده لان برضو القهوه مرتبطه بالسكر.
عند بالنسبة لي أنا هنا. قلتي إن الحنان نقطة ضعفك، ولما سألك أستاذ مصطفى عن نقطة قوتك قلت له يمكن قوة شخصيتي، بس في الحقيقة إنه الحنان هو نقطة قوتك ونقطة ضعفك. ده بالنسبة للي إحنا قلناه. طبعا من ناحية الفلوس، طبعا بتحبي الفلوس عشان تصرفيها، والحمد لله إنه الفنان سمير غانم شخص كريم جدا، وأنا واثقة إنه الجدل المادي اللي ممكن يحصل بينكم أقصى ليه كده يا دلال؟ كتير كده يا دلال، مش اكتر من كده. صح. هنشوف المرايه، في كارت المرايه. قولي لي، هي دلال عبد العزيز واخده الدلع اللي تستحقه ولا اقل شويه؟ يعني جرعه الدلع في حياتها بالمقدار ولا بتدلع اكتر ما بتدلع؟ بصراحه هي بتدلع اكتر ما بتدلع. ايوه اكتر. أو والله ما بتدلع. والله يقول لهم عشان قولي لسه شايله. يعني دلال، يعني دلال ناقصه دلال. ها دلال ناقصه دلال. بس هتجوزي البنات وترتاحي ان شاء الله، تدلعي بقى. بس أنا بس بيني وبينك هتبقى حما دماغك فيك. حضرتك هتبصي في كارت المرايه وتشوفي وشك فيه، تشوفي عينيكي، عشان بعدين هتحطيه مع باقي الكروت اللي قدام المرايه. هيبقى الحاجه اللي الفنانه دلال عبد العزيز شايفاها معترفه بيها، الحاجه اللي ورا المرايه اللي الفنانه دلال عبد العزيز عامله نفسها مش شايفاها او مخبياها. بس هي المرايه لوحدها ما يعني ما بتكدبش. اتفضلي حضرتك، خدي الورق بايدك. لا ما سبتي الكارت ليه؟ فضلك امسكي الكارت وخدي الورق، حطي بعدلة الكارت جواه. بعدلة الورق. ايوه ايوه. فنطي بقى. يا مرايتي فين انتي، يا مرايتي فين انتي، يا مرايتي. فاكره ده الورق ده بيتجاب من مكان معين؟ دي مش دي اول مره اشوف الكروت دي. استني بس، في اهم من الورق ده منين؟ مرايتك فين؟ مرايتك فين؟ نرفوزة وعصبية والناس شايفة ده. بس دمك خفيف ومرحة في العادي بتاعك، انه دمك خفيف. قوة الارادة لما بتحطي حاجة في دماغك، في دماغك واضح ان اللي حواليك بيعانوا من قوة ارادتك لما بتكوني عايزة حاجة او حاطة حاجة في دماغك. ورا المراية، ورا المراية في انه الفنانة دلال عبد العزيز مهما كانت منطلقة ومتحررة، لكن في حدود وفي قيود. انه الفنانه دلال عبد العزيز على قد ما هي صادقه يمكن وما عندهاش اسرار تخبيها، على قد ما هي حريصه جدا على اسرار حياتها الاسريه، حريصه جدا ان هي تحتفظ بيها وانها ما تطلعش بره ابدا. فنانة دلال عبد العزيز حريصه جدا على صداقتها، يمكن اللي من خارج وسط فني او ملهاش علاقه بالفن او علاقات اسريه من بعيد، يمكن بتبقي حريصه جدا على ده. التعاطف مع الآخرين اللي احنا اتكلمنا عليه طلع آخر كارت ورا المراية. يعني دي آخر حاجة عايزة الناس تعرفها، وأعتقد ان ده ممكن يكون ليه أي علاقة بأعمال خيرية وإنسانية. كده خلاص؟ خلاص المراية، خلاص المراية. كده خلصنا الوقت. جميل. اوعى تكوني فاكرة يا عودة ناسي عقدة ولا حاجة ومش عايزة تقولها لي. احنا كل ما بنتكلم بتطلع لنا عقدة. ها قبل ما نروح في عقدة ولا خلاص؟ لا خلاص. طب أنا عندي عقدة. ايه؟ ممكن تحلها لي؟ ايه؟ عودتي في جيبي يا مدام دلال. في جيبك؟ اوعى تكون حاطط لي حاجه بتخوف. انا بحبك. لا اصل انا متعوده على المقالب دي من سمير غانم، فمش ناقصه. هو انا سمير غانم برضو؟ لا اتفضلي حضرتك، خدي العوده من جيبي. لا خدي العوده من جيبي حليها. اوعى والنبي تكون حاجه بتخوف. منك للكاميرا الجميله اللي هناك دي، اتفضلي. انا ساكت اهو، خدي. يا ولاد اتفضلي. والله في عوده في جيبي. صحابي هيقولوا لي. والله في عوده في جيبي. بس اوعى تكون حاجه بتخوف. لا خالص، عوده. منك الكاميرا بقى حليها. يلا، واحد اثنين سهلة. ثلاثة. يا حللت العقد. يا سلام.